دعم حضرتك في الصوت. احنا قبل العيد ب10 ايام بنبعت خطاب لاسم مصر القديمه بيحوله للمديريه. المديريه بتبعت لنا عميد شرطه ومعاه ممثلين لادارات مديريه الامن، جميع الادارات، اموال عامه ومباحث ومخدرات ونشل ومكافحه التحرش، كل دول بيبقى ممثلهم ضابط معاه اتنين مساعدين من كل اداره. الى جانب اسم مصر القديمه بيبقى عندنا نائب المأمور وموجود معاه الاستيفاء بتاعته وضابط موجود معانا بصفه مستمره. مديريه الامن برضه بتبعت لنا 35 عسكري من الامن المركزي. دول بيبقوا منتشرين بمفهوم المغبرين في جميع الجنينه بيأمنوها. الحمد لله يعني لحد دلوقتي ما فيش اي مشاكل حصلت في الجنينه. تمام، بالنسبه لنسبه الاقبال، هل النهارده في ثاني يوم الاقبال زاد ولا قل عن اول يوم؟ هو كان الصبح كان قليل والحمد لله بدا الناس تقبل بعد صلاه الجمعه. فالحمد لله يعني يعتبر الاقبال المتوسط او فوق المتوسط. هو العيد الصغير ما يقص بالعيد الكبير، العيد الصغير بيبقى الاقبال اكتر بكتير. العيد الكبير طبعا عشان بيبقى فيه لحمه وفيه عزومات في البيوت وكده، فبيبقى اقل شويه من العيد الصغير. يعني تكاد تكون انحصرت خالص، يعني ما فيش حاله واضحه قوي ان ممكن يبقى فيها اجراء. يعني مفيش حالات تحرش حصلت في اول يوم؟ لا، كحالات تحرش ممكن يكون معاكسات، لكن تحرش